زي ما انتوا شايفين بقى، انا اخدت القطعة اللي انا قصتها من الايه، من نهاية التيشيرت، وطبعا الكم اهو بتاعنا اهو، هبدأ اخليه بكم. بصوا هخيط الحتة دي في دي اهو، وابدأ ان انا اخيطهم. انا عملت كم وهوريهولكم، هعمل قطعة واوريكم التانية. تمام كده، اهو نبدأ نخيط القطعة دي مع دي اهو. طبعا في مطرة اهو، بحاول ان انا امط. هوريلكوا الايه، التيشيرت بتاعنا اهو، طبعا ده البادج بتاع الكم اهو. بصوا شكله هيبقى بكم شكله شيك طبعا اهو. ونبدأ نحط برضو التيشيرت ده اهو، اجون فيه على قد ما اقدر، بس ما اخلص صحيح الكم ده. تمام كده، ونبدأ نحط التيشيرت اهو. ممكن لو انتي الطفل عندك صغير قوي تضيقي وتوسعي زي ما انت عايزه. تمام اهو، هخلص وارجع لكم. وهنا طبعا بصوا انا بدأت اخش اخد الكم وادخله في القطعة بتاعت الايه، تركيب الكم اهو. حتى لو انت ما عندكيش اي فكرة بالخياطة هتعرفي وتقدري تركبي اللي انت قصتيه واللي انت فكيتيه زي ما كان متركب. بصوا اهو، بس هو كان بنص كم، احنا هنعمله بكم ومش هياخد منك دقايق. بصوا طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا اهو. طبعا انا خلصت الكم الاولاني ودلوقتي بركب الكم التاني اهو، ده الكتف اهو. بصوا طريقة سهلة جدا. يلا بقى عايزين نطلعوا هدوم ازواجكم وخدوها واعملوها للاولاد. بصوا بطريقة سهلة جدا وبسيطة اهو، التيشيرت بصوا خلص. طبعا خيطته، هو باين ان الخياطه من هنا بيضه، بس هو المكوك لونه ازرق. بصوا التيشيرت، محدش هيتخيل ابدا ان التيشيرت ده معمول بتاع شخص كبير، عملناه لطفل صغير. بصوا اهو نفس التيشيرت ونفس كل حاجه اهو. بصوا الشكل، شايفين شايفين الجمال اهو. وطبعا الكم طويل بقى، كم طويل اهو على قد الطفل اللي انت هتعمله له. وهنا بقى جينا للبروفة اللي كان عليه بوريا اهو، بندي نفس الكسر تاني. طبعا البروفة بيمط، فمش هتفرق خالص القطعة اللي احنا قصيناها دي خالص اهو. احاول ان انا ارجع البروفة زي ما كان بطريقة سهلة وبسيطة اهو. وهنا بصوا بحاول اظبط الكمين اللي انا هعملهم الايه، البنطلون بتاع الترنج بتاعنا. تمام كده، وابدأ بقى اقلبهم على الظهر اهو. شايفين خدت حردة علشان اشغل الكمين مع بعضها اهو. بتحطي الكمين قدامك كده اهو، ونبدأ بقى نخيط اهو. طريقة سهلة وبسيطة.